احنا سمعنا الجناح الايسر يعني من طرفينه، وسمعنا الجناح الايمن، انا اسفه، والجناح الايسر سمعنا هنا عندنا امير. عايزين نسمع نشوه، وكمان نشوه العجوز عامله حمله او مبادره بعنوان كفايه خراب بيوت حتى لو جوزك اتجوز عليك. حتى لو جوزك الله عليك، الله. بصي يا قمر، احنا هنتضرب كلنا عشان خاطر نشوه النهارده. لا ليه؟ ليه خراب بيوت؟ ليه؟ حتى لو جوزك من الاستاذه اميره قالته، هو اصلا هو جزء من المبادره، اللي هو ازاي انا اعرف امشي بيتي، ازاي ما اخليش فيه مشاكل، ازاي اخلي الحياه سعيده، لان لما انا اكون مبسوطه وابني السعاده من جوايا اكيد ده هيرجع لجوزي، هيرجع للبيت كله. يعني انت تلعبيها بذكاء، ان انت لو عاوز حتى تتجوز عليها اتجوز، بس انا بتصرفاتي معاك مش هديك الفرصه دي. ده القصد من كلامك يعني، والمبادره اللي هو بحكمه الست وبعقلها وبتصرفاتها مع جوزها اللي هي بتعمله كل حاجه في البيت. بتضحك عليه بالكلمتين دول، اللي هو لو عاوز تتجوز اتجوز، بتضحك عليه وعرفت تتجوز. بتعمل ده من جواها، بتعمل ده بحب. بتعمل ده وهي واثقه من جواها ان هي بتحب الشخص ده وعايزه تحافظ على البيت ده، حتى لو جه وقال لها انا عايزه اتجوز عليكي، لان هي الحياه ما بينهم مشاركه في كل حاجه. هو مش مجرد ان هو زوج وزوجه والاسم، يعني مش ورقه جواز. يعني انت شايفه ان فكره الجواز عليكي ده ما اهانش كرامتك في حاجه؟ هيهين كرامتي في ايه؟ انت متجوزه؟ متجوزه وعندي بيبي عندها سنه ونص. ما شاء الله ربنا. جوزك متجوز عليكي؟ لا. لو فكر يتجوز عليكي، ما هو يجي هيقول لي، لان احنا في البدايه فكر وجه وقال لك هيجي يقول لي اوكي هتتجوز ليه؟ علشان واحد اتنين تلاته. واحد اتنين تلاته ده متعلق بمشاكل بيني وبينه؟ لا. طيب انت عامله كل حاجه زي ما عايزه كده، عامله كل حاجه، عايزه تتجوز، اتفضل اتجوز مثلا. فريدي هوافق يتجوز عليا ولا يعمل علاقات في الحرام؟ دي مساله بينه وبين ربنا. لا مفيش حاجه اسمها مساله بينه وبين ربنا. يعني يتجوز عليكي ولا يعمل علاقات في الحرام؟ هنعرف بقى. لا يتجوز عليا طبعا. احنا نطلع فاصل، شرع ربنا ومحللهوله. احنا نطلع فاصل، لان احنا الفقره دي شكلها ايه؟ مش مظبوط. لا انا ايه مش محلل. لا انا اسفه، الكلام ده ربنا. نسمع راي الشرع.